لقاء الإياب للدور النهائي لكأس إفريقيا للأندية البطلة بين الترجي الرياضي التونسي والزمالك المصري. لقاء الذهاب كان انتهى بنتيجة التعادل بدون أهداف، وكان هذا اللون الأحمر والأصفر طالع خير على ممثل كرة القدم التونسية الترجي الرياضي التونسي. Yeah.
يا الدرج منور ديما بارك الله وعطاك القيمة مدرستك في الكورة عظيمة يا ترنجي محلى لونك مدرستك في الكورة عظيمة يا ترنجي محلى لونك ترجي شرفت بلادك ورفعت الراية بمجادك ترجي شرفت بلادك.